انت بعيد عن الاعلام ليه صحيح؟ ليه ما بقتش بتحلل الماتشات؟ والله بص انا الموضوع، انت الوحيد تقريبا دلوقتي اللي الموضوع في ان الموضوع في ان طبعا الراجل اللي مشي اللي كان ماسك القناه دوت كان لازم يمشي من بدري من ساعه ما اتسرب الفيديو لان هو المسؤول الاول عن تسريب الفيديو. انت اول مره تتكلم في الموضوع ده. هو المسؤول الاول عن تسريب الفيديو. ده كان لازم يمشي من بدري لانه ما بيعرفش يدير اصلا. ما بيعرفش يدير ولا بيعرف قيمه النجوم ولا بيعرف قيمه الـ 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 القصه يا راجل ده ملوش عنوان في مصر يا راجل. يا راجل ده ملوش عنوانه الفندق الفلاني، ما عندوش بيت. احنا جايبين ايه اللي احنا عملناه ده؟ طب هو اشمعنى ده حصل مع حضرتك انت بس ما حصلش مع حد تاني؟ والله السؤال دوت بيقول لك ايه، اصل في مش عارف ايه. انا مش هتكلم دلوقتي يعني، الموضوع دوت شائك والله، وفي المفروض ان انا بفهم. انا عايز افهم ليه لحد دلوقتي ما فهمتش ليه. ليه بقى؟ لان انا ابن البلد دي. وانا لما بيطلب مني حاجه لمصلحه البلد عمري ما بفكر. مفيش اختلاف على ده، ما بفكرش. انت واخد بالك؟ اللي انا بعمل حاجه مريبه، ولا انا راجل واضح زي ما انت شايف كده، واللي في قلبي على لساني ماشي، وما عنديش مشاكل. انا حاولت اكتر من مره اعرف ليه. الاجابه ما جاتليش. بس ده اتهام خطير قوي، يعني انك حاجة بتتهم الراجل ان هو اللي سرب الفيديو. ده انا بتهمه، كان المفروض ارفع عليه قضيه. انا غلطت ان انا ما رفعتش عليه قضيه وعلى القناه قضيه. انا غلطت. مش حاسس ان انت غلطت في الفيديو نفسه؟ غلطت ازاي يعني؟ احنا في الفاصل واحنا قاعدين، لو قلنا اي كلام ينفع انه يتذاع؟ بصراحه لا. طيب بصراحه لا، لانه مش اي حاجه تطلع. طيب هو اللي مسؤول الاول والاخير مش انا. لكنك اكيد زعلت انه الناس شافت ده. اساء يا سيدي الفاضل، مش المفروض ان الناس كانت تشوفه؟ مش المفروض الناس كانت تشوفه؟ في زي حاجات كتيره مش المفروض الناس تشوفها. انت واخد بالك؟ يعني في حاجات كتيره المفروض الناس ما تشوفهاش. هو الناس عارفه كل اللي بيحصل؟ مش عارفه كل اللي بيحصل. ما انا عندي اخبار عن الناس متخيلها ملائكه. خد بالك، وعارف وبعيني وانا وهم الناس متخيلها ملائكه. ينفع اطلع اتكلم عليها؟ لا. مش اتكلم على اعراض الناس. خليها بقى. لا خليه بقى، الناس سفركم ملاك زي ما هو عايز بقى. ده اسمه ستر ربنا. اللي ستره الرب وانت ما تفضحوش، ده ستر ربنا. انما النهارده انا قاعد في مكان مقفول، الـ 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 الاعلانات شغاله، و و و ويطلع ويجي عاقبني انا؟ كلام مش منطقي طبعا، كلام مش منطقي. امتى تعاقبني؟ لما انا ابقى طالع معاك على الهوا دلوقتي واخرف اقول اي كلام. هو ده انا اللي قدامك. انما واحنا قاعدين انا وانت والاعلانات شغاله، وانا وابراهيم بنتكلم، ابراهيم اخبارك ايه، ولا القصه ولا الحكايه، قلنا ولا اي حاجه، نقول اي حاجه. ما 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 كاني قاعد في اوضه نومي. مش المفروض ان حد بيصورني؟ لا اللي صور اتعاقب، ولا اللي سرب اتعاقب، ولا المسؤول عن القناه اتعاقب. ايه ده؟ وتيجي تكلم مش لاقي حد تكلمه. الله، ده السبب انك بعيد عن التحليل الفني طبعا ده السبب. ده انا شايف انه مش سبب.